اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتكلم في آيات مختارة. انتهينا من معالجة مسألة حروف الجر في أكثر من درس، بكفي. إنما الآن هي آيات تم اختيارها لمناسبات. نقرأ يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، بارك الله فيك دكتور. طيب، هو احنا الآن بدنا الحقيقة نركز على بعض ما تم قراءته، مش الكل، مش المقصود الآن تفسير تفصيلي. لكن في البداية نذكر في أمور سبق تحدثنا فيها طويلا، بس لابد أن تكون في الذهن دائما أنه الكلام هنا ولقد نجينا بني إسرائيل. الآن في خلط بين بني إسرائيل ويهود، بني إسرائيل ويهود. هو في البداية اليهودية كانت في بني إسرائيل، اليهودية كانت في بني إسرائيل، ولكن لما بتيجي بتدرس تاريخيا بتكتشف انه في أمم تبنت اليهودية من غير بني إسرائيل، زي مثلا لما قامت مملكة بحر الخزر اللي بسموها قزوين اليوم، المملكة بحر الخزر، وكانت على فكرة في أوكرانيا وغيرها. هذه كانت في مملكة في حدود 860 ميلادي تبنى الملك اليهودية، له قصة يعني مش بديش أخوض فيها. تبنى اليهودية، وقديما كانوا الملوك يعني بيفرضوا هذه الأمور على شعوبهم. لذلك اليوم كل من هو أشكناز اللي بسموهم اليهود الغربيين هو أصلا بيرجع أصولهم لمملكة بحر الخزر اللي بسموهم اليهود الخزر. تمام، هذول ما لهم علاقة ببني إسرائيل، وإنما تبنوا اليهودية كنسب، لأنه هون الكلام بني، بنوا أبناء،
قلت أي سنة هدول بدوا؟ 300. هو ممكن يختلفوا شوية في التاريخ القديم، إنما هو المملكة هاي غالبا 860 ميلادي وانتهت أنهوها القياصرة 1016 ميلادي. بس مرات بتجد أنت التاريخ يعني ممكن، إنما هون تقريبي. هذه مسألة. ثم عبر العصور كنت تجد في حركة تهويد، اليهود بيهتموش في أنهم يحولوا الناس ليهود لأنهم بيعتقدوا بأنهم شعب الله المختار. يعني اليهودية مش دين تبشيري زي المسيحية، لا هم كأنه هذا إشي بخصهم، لكن بيمنعوش التهود. ولكن في بعض يعني الأحيان كانوا بيحتاجوا أنهم يهودوا. فمثلا بنعرف إحنا أنه الأشوريين سنة 722 قبل الميلاد جو ودمروا الدولة الشمالية اللي كانت 10 أسباط، وهم هم أحفاد 12 اللي هم بنسميهم الأسباط، يعني هي قبائل أصبحت كل قبيلة بترد لصبط اللي هم إيش الأسباط اللي هم أولاد يعقوب عليه السلام 12 الذكور 12 تكاثروا وبقيوا يبدو في أمور دينية بتجعلهم يحافظوا على النسب ليصلوا إلى السبط. طبعا هو السبط مش الابن المباشر، الحفيد. فهم أحفاد يعقوب عليه السلام الأصباط، كل واحد بيرتد لسبط. مثلا لما قسمت الدولة بعد سليمان عليه السلام 935 قبل الميلاد 10 أصباط أقاموا ما يسمى بدولة إسرائيل الشمالية اللي قضى عليها الأشوريون، قضوا عليها 722 قبل الميلاد. بعدها 136 سنة قضي على الدولة الجنوبية اللي كانت سبطين، سبط بنيامين اللي هو أصغر واحد في أخوة يوسف، وسبط يهوذا يبدو الابن الرابع يهوذا في أولاد سبط يهوذا. مثلا عندهم الآن الكهانة لابد أن تكون في سبط هارون، مثلا هارون أخو موسى، هم إذن لا هذا في اليهودية. طيب الآن لما الدولة الشمالية انتهت 10 أصباط تم إيش نفيهم إلى منطقة العراق وإيران إلى آخره، تمام. هذول الآن اليهود حتى في المناهج الدراسية بقولوا إنه العشر أصباط هاي ضاعت، هاي عندنا 10 من 12 من أبناء إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام، ضاع نسبهم يعني ضاعوا هم. وين هم؟ بطل لهم نسب يعرفونهم، موجودين في الشرق من فلسطين إلى أفغانستان. طبعا هذول يفترض أنهم ملايين الآن اللي هم بين بينكم مسلمين، لذلك هم اليهود في يوم من الأيام الصحفيين اليهود ذهبوا إلى أفغانستان ورجعوا كتبوا مقالات أنه يبدو أنه البشتون هذول هم من الأصباط الضائعة، البشتون اللي منهم طالبان إلى آخره، كتبوا في الصحف لأنهم وجدوا بعض العادات والتقاليد موجودة ممكن يشموا منها إلى آخره. كيف يعني فهو الحقيقة في عندك 10 أصباط غالبا هذول تحولوا للإسلام، لكن وانت بدل انفكاك حقيقة بين إنه يعني يهود معناته من بني إسرائيل، من بني إسرائيل معناته يهود. هو لما جو البابليين بعد 136 سنة من زوال الدولة الشمالية، جو البابليين للدولة الجنوبية اللي كانت سبطين، نسل سبطين يعني يهوذا بنيامين، ودمرها نبوخذ نصر وسبى سبطين. السبطين اللي سبوا بعد 70 سنة رجع جزء منهم
عن طريق كورش الفارسي، حن عليهم ورجع. رجع جزء من السبتين مش كل، بل هم بيقولوا انه قليل. اذا معناته تقريبا 12 ضاعت في الشرق. لما رجعوا هون وشعروا بقلتهم بدأوا يهودوا اهل البلاد من الفلاحين وكذا الاخرين. اذا بدأت دعوة التهويد من 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 هذا الوقت. فلذلك علماء الاجناس اليوم، اقصد من اليوم ايش يعني، بقصد من دراسات من 40-50 سنة اكثر، قالوا انه فقط عشر، يعني 1 على 10 عشر يهود العالم اللي ممكن يقولوا انه احنا بنرتد في النسب الى بني اسرائيل. عشر يعني 9 أعشار ما لهمش علاقة. وخصوصا انه عبر الاجيال برضو في من اليهود من كانوا ينتقلوا الى المسيحية او الاسلام. وهون في فلسطين في عائلات معروفة، في الخليل في كذا عائلة معروف انه كانوا يهود واسلموا. في نابلس كانوا في عائلة كانوا يهود واسلموا، بس الان مش معنيين نذكر اسماء العائلات اللي هي الان فلسطينية مسلمة. هذا في فلسطين. طب وفي باقي البلاد؟ طب مثلا قبيلة كندا جزء منها تهود، عربية عرب. في اليمن تهودوا عرب وتهودوا بعد قصة موسى وغيره غير من الأنبياء، تهودوا وهم أصلا عرب. فهاي قضية يهودي وعربي مش تقابل اليهودي عربي، لأنه في يهود عرب أصلا، سواء من كندا أو من عرب اليمن إلى آخره، ومعروف تاريخيا. فلذلك لما إذن يعني هذه خلاصة الوضع، إنه اليوم معظم بني إسرائيل نسلهم على ما يبدو بالدرجة الأولى مسلمين، وبالدرجة الثانية مسيحيين، وبالدرجة الأقل يهود. وبعض الناس لما تساءلوا قالوا طيب إيش وقضينا إلى بني إسرائيل وكيف بتفسر يا شيخ؟ بينا هذه المسألة في التفصيل للناس، الناس بتشكلوا إنه لما قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون، طبعا بيستشكلوا. وإحنا قلنا ما هو في عشر يهود العالم أصلا هم بني إسرائيل، وكان القضاء لبني إسرائيل إلى آخره، وبصفتهم يهود وقتها لما نزلت التوراة. بني إسرائيل بصفتهم يهود، هذا الآن مش وقته، سبق تحدثنا فيه وجاوبنا على إشكالات الناس في هذا الباب. فإذا هذه لازم تكون في الذهن، هاي أول قضية. مش معناته لما بتكلم القرآن بني إسرائيل معناته يهود. طب قبل ما يجي موسى عليه السلام كان في بني إسرائيل، شو كانوا هذول؟ اللي هو من وقت ما، من وقت يعقوب عليه السلام لنفرض 1800 قبل الميلاد ل 1200 قبل الميلاد موسى عليه السلام، هاي تقريبا كله هذا تقريبا، هاي صار عندنا 600 سنة. شو ما كانوش بني إسرائيل يهود؟ ويبدو على فكرة الأنبياء اللي جاءوا، وهذا تحدثنا فيه بعض الدروس، الأنبياء اللي جاءوا من بعد يعقوب عليه السلام إلى مجيء موسى عليه السلام في الفترة هاي، الأنبياء اللي كانوا هم الحقيقة من أبناء يعقوب عليه السلام، وهم الأنبياء الأسباط. يعني قصدي الأنبياء من الأسباط، أيوة. مش من بعد ما أجا موسى، الأنبياء من الأسباط في الفترة من يعقوب عليه السلام إلى مجيء موسى عليه السلام، هذول تقريبا 600 سنة. جعل فيكم أنبياء لما موسى يعني ذكر بني إسرائيل، أيوة، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك ذكر بني إسرائيل. فهون هذه لما بيسألوا الناس إذا من هم الأنبياء الأسباط، كنا بينا إنه هم الأنبياء اللي جاءوا في فترة ما بين يعقوب وموسى عليه السلام. ثم فيما بعد التوراة كما جاء في القرآن الكريم
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. صارت التوراة لمين؟ يحكم بها النبيون، مش نبي واحد، الذين أسلموا للذين هادوا. هذه قضية لابد أن تكون في الذهن، وإحنا منحاول نفهم بعض الآيات إن شاء الله. طيب الآن إذن في الأول، ولقد أنجينا، ولقد نجينا عفوا، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من مين؟ من فرعون. تمام. طيب الآن ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم. طيب طب كان الاختيار متى؟ هل هو لحظة، هل هو الاختيار من الفترة اللي قلنا من يعقوب حتى موسى مثلا؟ طب ما هو موسى هيه اختاره بشيك. إذن الكلام عن بني إسرائيل واختيارهم، واختيارهم لمهمة، لمهمة هي ممكن أخذت قرون متطاولة. لو من يعقوب لعيسى عليه الصلاة والسلام، لو من يعقوب لعيسى عليه السلام، هاي عندك عدد كبير من الأنبياء، بل كل من جاء، بل كل من جاء بعد يعقوب من الأنبياء هو من نسله، هم من نسله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعروفين اللي نص عليهم القرآن. وعيسى، أما وعيسى من النسل اللي عن طريق الأم، من النسل عن طريق من الذرية عن طريق الأم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام. طيب الآن ولقد اخترناهم على علم. إذن في عندك الآن أمم مختلفة، هذه الأمم جاء الله سبحانه وتعالى واختار بني إسرائيل ليحملوا الدعوة، يحملوا الدعوة. طب أنت لو نظرت لحديث القرآن حول موقفهم خصوصا مع موسى عليه السلام، وحتى بعد مجيء موسى عليه السلام كما تروي عندهم الكتب، أصلا في فترة من الفترات بعد موسى عليه السلام بعد تقريبا 600 سنة كانوا بيعبدوا أصنام. هم بيقولوا، والقرآن أشار شوية لهذا الكلام لما تحدث عن إلياس عليه السلام. الآن وحرفوا تفاصيله طويل. طب اختارهم إذا بتلاحظ، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إذا من بين كل الأمم اخترنا هذول الناس، كان هم أصلح الموجود. يعني قضية أصلح الموجود خلينا الآن نوضحها. الله هو اختار وهو العليم الخبير على علم، مش عم بجرب ولا غلط في اختيار. أيوة على علم. طيب ما هم في عندهم مفاسد، في والقرآن وصف المفاسد وتحدث عن كيف انهم يعني في الاخير حتى موسى تبرأ، لا املك الا نفسي واخي. تصور من لما زهقوه. لا طيب كيف اختارهم الله لما اختار؟ طبعا كل عندنا امم كثيرة، مين اللي بيصلح لحمل الرسالة؟ لحظة، في أمم كثيرة، مين اللي بيصلح لحمل الرسالة؟ إحنا اليوم البشر ممكن يعملوا دراسات وكذا بين الأمم ويقول لك والله منشوف هذول، مع أنه كل أمة إلها مفاسدها، كل أمة إلها مفاسدها، لكن العليم الخبير بيقول لك اخترناهم على علم. ولما قال على العالمين يعني فضل انه اللي يحمل الرسالة
هذول الناس. طب هذول الناس تطلع بتقول شو؟ انسى موضوع الفترة ما بين يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام. طب وبعد هيك برضو في فترات ما هي مشرقة مشرقة. لما تقول لي آل عمران، لما تقول لي يحيى، يحيى زكريا عليهم السلام، سليمان، داود، إلياس، إلياس ذو النون، يونس. طب طيب أيوة جعلنا منهم الواو. آه نعم قول قولها. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آه الجعل، الجعل فيه تحويل من حالة لحالة. كيف لما تقول جعلت الماء ثلجا، انت صيرته. طيب واحتاج الأمر إلى أمور حتى حتى يصحوا. من كثر ما هم معوجين مع ذلك اختارهم، لأنه هو العليم الخبير اللي بيقول لك هذول الناس في عندهم مفاسد، وهذيك الأمم كلها في عندها مفاسد، لكن كل أمة بتختلف عن أمة، لكن هذول بالذات راح يكونوا يعني يأخذوا فترة في الإعداد و نقول كيف تصحيح الاعوجاج، وراح يتعاني منهم الأنبياء، ولكن راح يطلع منهم. بدنا نفهم ايش اختارهم على علم. في قضيتين وفي قضيتين. الاولى انه من ضمن الاختيار ان جعلهم من نسل انبياء يعني ابراهيم فاسحاق فيعقوب، طبعا يوسف وهو من ضمن، يعني لما يكون المثل الاعلى والاب الاكبر يكون اكثر من اب رساليين وانبياء، هذا بيخلي عندهم توق دائما، في عندهم مطل عليا، فهذا جزء من الاختيار. جزء طيب. وبعدين صناعة خاصة لخلق إسحاق عليه السلام من أم عقيم. الأمر الآخر إذا بدنا نقارنهم بالأمم الثانية، نشوف شو اللي جرى لبني إسرائيل في مصر حين تلوث اعتقادهم وسلوكهم في الفترة اللي سيطر فيها فرعون عليهم، ثم ما التغير اللي جرى لهم في العراق. تغير تلويث النفسية والشخصية عقائديا وفكريا وأخلاقيا لبني إسرائيل، يعني كيف كانت الأمم الأخرى يعني، وكيف بني إسرائيل كان. نعم ماشي جميل، ولكن برد أذكر أنه بني إسرائيل في غالبيتهم العظمى ما بقيوش يهود. هذا هو الجواب، ما بقيوش يهود. طيب الآن لاحظوا قديش احتاج الأمر حتى يتم إصلاحهم. لاحظوا. وآتيناهم من الآيات إيش؟ ما فيه بلاء إيش؟ مبين. نركز عليها، شوف القضية عبين ما صحوا شو احتاجوا. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ولذلك بتستغربوا في القرآن في مرحلة من المراحل، لاحظوا رفع فوقهم الطور، جبل فوقهم، خذوا ما أتيناكم بقوة. شوف تصور احتاجوا شق البحر أما ومروا في أماتهم وأحياهم، السبعين اللي ماتوا تم إحياؤهم، الكذا الكذا، حتى لما كانوا في التيه أو كذا المن والسلوى البقرة، تفاصيل طويلة حتى صحوا. إذن هم كان اعوجاج شديد، لكن هذا المعوج يعني ممكن النجار يقول للي بيشتغل عنده جيب لي هاي الخشبة، بيقول له مش شايف هاي لا أنا بفهم شو هي الخشبة، هات بعرف كيف تمشي، هاي تتزبط هي أحسن من غيرها. لكن شوفوا شو بلاء مبين. يعني طيب شو يعني بلاء؟ أولا البلاء ما هو اختبار، اختبار بين وظاهر، بين وظاهر ومظهر. لأنه شو هو المبين على فكرة؟ المبين
ما يظهر بنفسه ويظهر غيره. كيف؟ ضربنا مثال انه هذا الضوء الان، هذا المصباح مبين عن ذاته بالدرجة الاولى، هيو مضيء بترى بتعرف شكله، فهو مبين عن ذاته، ثم هو يبين غيره. هينا احنا على ضوء الاضاءة اكتشفنا الوان الحيطان الى اخره التفاصيل. فبلاء ظاهر واضح ومظهر، وفي اشي اهم، وهذا البلاء، البلاء العظيم هذا المبين، هو اللي حولهم. لانه اصلا البلو سبق قلنا هو التقليب، فالاختبار الذي تكون نتيجته تقليب الاحوال، فطبعا عندهم احوال سلبية، فالاختبارات هاي كانت من اجل تقليب احوالهم لعلهم يستفيدوا من الدروس، عشان يقلوا واتيناهم. ايوه، لذلك قال واتيناهم، لانه الايتاء فيه ايش؟ تخصيص له. كيف لما قلنا، لما في فرق، فرقنا بين اعطى واتى، انه قلنا اتى فيها تمليك وهون فيها تخصيص له، اتيناهم، تمام؟ يعني بمعنى اخر كانه بده يقول غيرهم من الامم، غيرهم من الامم ممكن باقل من هذا يصحوا، ممكن لا ندريش احنا، لكن 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 لما اختارهم على علم كان يعلم حتى مساوئهم وانحرافاتهم، ومدرك او يعلم هو الله سبحانه وتعالى، ويعلم انه ممكن يصحوا، وفعلا نتجت اجيال ائمه، ولكن بعد ايش؟ بلاء مبين، لانه البلو قلنا فيه تقليب احوال، هو اختبار. في ايه جمعت بين نوعين او متقابلين من البلاء، واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء. فالنجاة بلاء، وقبلها البلاء الاخر بالتعذيب. هو بلاء حتى يعني حتى ما هو نبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني من اجل اخراج الخير اذا فيكم خير يخرج. ما هو الفتنة ابتداء لما قالوا اصلها انك بتعرض انت خام الذهب للنار، انت شو بكون قصدك؟ انك تستخلص الذهب ولا الشوائب؟ ذهب. تستخلص الذهب، انا مش معني بالشوائب، هاي الفتنه. لانه الفتن على فكره الفتن بتكشف اذا في خير بيطلع. فلذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنه، لعله ايش؟ لعله يظهر اذا في عندكم خير. فهون اذا هون واضح انه لما اختارهم على الامم في عصورهم اللي كانوا موجودين فيها، اللي هم بني اسرائيل ديروا بالكم، مش اليهود، لكن في مرحلة كانوا يهود جزء منهم، تمام؟ وصفوا الان كما قلنا اكثرهم مسلمين. فهون يعني 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 حملوا رسالة الاسلام، هذا هو حملوا رسالة الاسلام. الان طيب احتاجوا الامر الى ايش؟ بلاء مبين. طيب، والبلو تحدثنا فيه كثير وفرقنا بينه وبين الامتحان. الامتحان بيكون التركيز على جانب معين وغالبا فيه اطالة طول، والاختبار غالبا مقصود فيه معرفة الخبر، التعمق يعني بشكل. اختبار، امتحان، بلاء، ايش كمان فيه احيانا؟ فتنة. كل هذه يعني في الدروس السابقة تم التفصيل الفروقات بينها. إذا هذا البلاء كافي إنه يقودهم للتغير، لأنه هو بلاء. وعلى فكرة ما تستبعدوش إنه يكون أصلا لما تقولوا هذا بلية الشيء، شو يعني بلي؟ تحول من حالة إلى حالة،
هو له علاقة أصلاً. إلى حالة أدنى بس. بس ماشي. بس برضو فيه تحول القصد. القصد فيه تحول من حالة إلى حالة. طيب ممتاز. الآن قرأنا بلا يا شيخ إن هؤلاء. أولاً إن هؤلاء مين بالكم؟ شكله رجع لقريش أو للعرب. أيوه هلقيت بدنا نيجي للناس دققوا معي. الكتاب بدنا نيجي للأمة اللي اختارها على العالمين مشان تحمل القرآن، هذيك اختارها مشان تحمل الرسالات الخاصة الأقوام. يعني مثلا يونس راح لقوم عليه السلام، إلياس إلهم، إلياسع إلهم مش هيك، داود كذا، سليمان كذا. لا فإذا الآن في أمة الآن اختارها على علم مشان إيش؟ تأخذ الرسالة العالمية. الله أعلم حيث يجعل الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآن هذه العرب تيجي تطلع شو هذول بنفس الطريقة. بس لاحظوا إنه بني إسرائيل كان لهم يعني عادات وتقاليد وأخلاقيات وتفاصيل غير عن العرب، إلى درجة أنه من إسماعيل عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان بكفيهم نبي واحد. عبر 2400 سنة بين إسماعيل ومحمد، تقديري طبعا، تقدير قصدي، من إسماعيل حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك دراسات تقول أنه الانحرافات كانت في العرب آخر 400 سنة، يعني 2000، لكن في 2000 أكم نبي من أنبياء جاء لبني إسرائيل؟ هذا مش بس اللي ذكرهم في القرآن طبعا، اللي هم بيقولوا إنه النبي فلان والنبي فلان. طيب الآن أمة اللي كانت خصوصا فيها التوراة واللي هي تشبه القرآن من حيث التشريعات والتفصيلات، غير الإنجيل على فكرة، والإنجيل ما هو تابع التوراة، يعني لا يزال الأمة نفسها. تمام. الآن لاحظوا الإنجيل إيش كان المسيح عليه السلام؟ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا. حلقة وصل. ولذلك فيش تشريعات. التشريعات وين موجودة؟ في التوراة. التشريعات موجودة في التوراة بالتفصيل. طيب ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. طيب الآن بدها تأتي مرحلة ختم الرسالات والرسالة العالمية. ما بقيتش في الآن بدها تنتقل لأمة جديدة. أمة جديدة برضو فيها مساوئ وبدو يتم تعديلها الأمة الجديدة. فنشوف الآن لاحظوا اقرأ إن هؤلاء. إذن مين هؤلاء الآن؟ الأمة اللي بدها تحمل الرسالة العالمية اللي اختارها الله على العالمين على علم. ما هي الأولى اختارها على علم على العالمين، وهي اختارها على العلم على علم على العالمين. طب هذولاك فهمناهم، نشوف هذول اللي هم العرب. شوف العرب ها، وعرب الجزيرة بالدرجة الأولى، عرب الجزيرة الآن. هات لنشوف. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وصلت الأمور في هذه الأمة اللي اختارها الآن على علم على العالمين اللي هم العرب، كان واصل فيهم الأمر ينكروا البعث، على خلاف أمم فاسدة كثيرة تصدق بالبعث. أمم كثيرة تصدق بالبعث. ودير بالكم وهو هذه قضية الآخرة، سبق أنه قلنا من أهم أركان الدين. ليش؟ لأنه
صح. الإيمان بالله أهم ركن، تمام، لكن إذا آمنت بالله وما فيش إيمان باليوم الآخر، شو بده ينعكس هذا في الحياة؟ شو بده ينعكس؟ ولذلك أكثر ما تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن اليوم الآخر، اليوم الآخر، تمام؟ طيب شوف اليوم الآخر اللي هو في أسماءه بتبلغ أكثر من 80 اسم في القرآن والسنة، ولا تكاد يعني في النهاية بالمجمل لا تكاد صفحة تخلو من التذكير باليوم الآخر بطريقة أخرى. طيب شو هالأمة؟ طب ما احنا في الأول كان الكلام عن الأمة الأولى اللي اختارها على علم العالمين، وكيف انه احتاجت الى بلاء مبين حتى تتحول وتصح على علم. طيب الآن الأمة الثانية، طيب شو هذا؟ طيب بينكروا الايش؟ البعث. وشو الدين اصلا دون البعث؟ شو الدين؟ وأمم وثنية أخرى أو منحرفة أو كافرة بطريقة أخرى تؤمن بالبعث. الفراعنة كانوا يؤمنوا بالبعث، أمم كثيرة بتكتشف تؤمن بالبعث. هذول شو بدهم يعملوا؟ هذول بدهم يحملوا الرسالة. إذا انتقل لهؤلاء، رد اقرأ لي هاي الآيتين. هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وصل فيهم الأمر بهذا الشكل. طب هذا شو بده صح فيهم؟ طب لا أنت بتيجي تقول طب روح دور لك أمة بتأمن بأمة ثانية بتأمن بالبعث، أسهل لك. شك لما انحرفوا النصارى قبل ما يجي الإسلام ظلهم يؤمنوا بالبعث، حتى لما قالوا عيسى إله ظلهم يؤمنوا بالبعث يوم الدينونة. طيب وسبق في دروس كثيرة تعرضنا لمثل هذا. ليش بقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى؟ وباختصار، وبيجوز بعض الناس يقولوا يا شيخ احنا حاضرين الدروس وبتكرر انت، بس في ناس بيسمعوا لأول مرة، وهذه قضية مهمة جدا. سبق قلنا ايش الله سبحانه وتعالى اولا خلق الموت والحياة، هذول اثنين مخلوقين مخلوقات، خلق الموت وخلق الحياة، اذا الموت مخلوق، فاحنا قلنا هذا ايش؟ هذا موت، وأنا حياة، والنبات حياة، والنبات لما يموت يفقد الحياة، والكائن الحي لما بيموت بيفقد الحياة. إذن أول معنى للموت فقدان الحياة. وعلى فكرة هذول ما يسموا ما منسميها المتناقضات، إذا وجدت الحياة انتفى الموت، وإذا وجد الموت انتفت الحياة، في شيء ثالث، هذا بسموهم ايش؟ متناقضات. اذا انتفى الاول حتما يوجد الثاني، انتفت الحياة حتما الموجود ايش؟ الموت، انتفى الموت حتما الموجود الحياة، فيش ثالث. هذا واحد من المفاهيم الموت. المفهوم الثاني للموت انه لاحظوا عندنا الايمان عن طريق القرآن والسنة إنه الروح يؤتى بها، الملائكة تأتي بها بأوامر الربانية، تأتي بالروح ولا تبثها إلا في جسم حي، والجسم الحي إذا فقد الحياة بتخرج الروح. الروح لا تبث إلا في جسم حي، وإذا مات تخرج. إذن هاي المعنى الثاني، وجود الروح والقوة المدركة هاي مع الجسم الحي، هاي معناته الإنسان حي. لأنه مين الإنسان على فكرة؟ مش البدلة، الإنسان أنت، الروح القوة المدركة التي تأتي بها الملائكة أنت.
بضعوك في بدلة حية، فأنت تكون اسمك حي. طب وإذا انفصلت عنها اسمه موت مع وجود الإدراك، لأنه عندنا أدلة كثيرة على أن ما بعد الموت الإنسان مدرك، وإلا إيش يعني القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وعالم البرزخ في إدراك. ليه؟ لأنك في عالم البرزخ اللي موجود أنت، هذيك بدلة، الجثة بدلة. وسبق قلنا القبر قبرين، قبر مكان احتجاز الجثة ومكان احتجاز الروح، قبرين، لأنه قبر مكان الاحتجاز. تمام. إذن هاي صار في مفهوم ثاني للحياة للموت. الأول الجسم الحي يفقد الحياة، هاي صار موت. الثاني اللحظة، الروح التي هي في داخل الجسم الحي تفارقه فتصبح موجودة دون الجسم الحي، هذا اسمه موت. لما بموت الإنسان مش معناته ذهب إدراكه، هو لا يزال مدرك، لأنه هذا هو الإنسان. طب والروح موجودة قبل الجسد، ولذلك في اليوم كذا حسب ما ورد في الحديث الصحيحة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما كذا كذا كذا، ثم طبعا يرسل إليه الملك إيش فينفخ فيه الروح. إذن كائن حي، وهو حيوان منوي حي، بويضة حية، زيجوت حي، والجنين هو يتكاثر حي، لأنه من علامات على فكرة الحياة التكاثر، النمو والتكاثر. وأما من علامة وجود الروح الإدراك والوعي والإرادة الاختيارية، هذا علامة وجود الإدراك. إنما علامة وجود الحي النمو والتكاثر. كيف نعرف أنه شجرة حية؟ تنمو وتتكاثر. فهون بيخلطوا الناس. فالآن في الدين على فكرة، لما كانت الشيوعية موجودة وهي استفادت من مدارس مادية إلحادية سبقتها في الغرب، هذه المدارس تزعم، لاحظ، أسبقية المادة على الوعي. وهذا على فكرة أكبر كان صدام بين المدارس المادية والمدارس مثلا الأخرى مثل المدرسة العقلية وغيرها. شو بقولوا الماديين؟ بقولوا لاحظوا، المادة تسبق الوعي. وحاولوا انهم يفسروا انه بعد ما الانسان يولد ويكبر وتفاصيل كيف يعني بحصل الوعي، في حين الدين بقول لك الوعي يسبق المادة. ولذلك لما تصبح المادة اللي هي الجسد جاهز الحي، يؤتى بالوعي اللي هو الإدراك وينفخ. ولذلك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ سبحانه وتعالى كنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنت أرواح مدركة غير متصلة بأجسام حية، كنتم أمواتا فأحياكم، بدخولكم وين؟ ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن أكم موت؟ اثنين. وأكم حياة؟ اثنين. ولذلك يوم القيامة الماديين هذول والكفار بالذات الماديين بيعترفوا، شو بيقولوا؟ ربنا أمتنا، شو بدوا بأمتنا؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا، إلى آخر الآية. طيب هون إن هؤلاء شو بقولوا؟ موتتنا الأولى، يعني اللي شافوا آبائهم بموتوا وعرفوا أنهم راح يموتوا، ما هو كله بيعرف أنه بده يموت مادي وغيره، بقول لك هاي الأولى، هاي الموتة الأولى. لا، في الدين هذه اللي بتقولوا عنها الأولى هي الثانية، لأنه كنتوا أنتوا موجودين، الوعي كان بيسبق المادة، فكنت أموات غير متصلين بالأجسام الحية، فكنت وهكذا. فهم إذن بيقولوا الأولى. أفما نحن، هذا يوم القيامة على فكرة بيبدأ المؤمن اللي في الجنة لما يبدو بيسأل عن صاحبه اللي كان مش مؤمن،
صديقه اللي هو وببدعات أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. وبقيت تقول إنه مش رح نتعذب وهيك بتتعذب. أيوة. فهون إذا لاحظوا إنه ركز القرآن على إنه هذول الناس صاروا فاقدين الإيمان باليوم الآخر. طيب شو بده يصلحهم هذول؟ إن هؤلاء لا وبالتالي وحتى بيطالبوك بإيش؟ فأتوا بآبائنا إذا كان صحيح. طيب احيوا لنا آبائنا إذا أنتوا صادقين. سؤال لاحظوا الآن شوفوا الإجرام. أنتوا بتقولوا إنه لحظها إن شوفوها إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن إيش بمنشرين لأنه شو هو النشور برضو البعث ما هو الانتشار شو هو شوف هو أصلا النشر عندك قبض وعندك بسط. البسط فيه نشر وتوزيع. كيف لما الرائحة تنتشر تخرج ومتعم ونفس الشيء لما البشر يكونوا في القبور ثم يخرجوا بنبعثوا وبنتشروا جراد منتشر. فالإحياء هذا اسمه برضو من ضمن أسماءه النشر وذاك إيش وإليه النشور هو الله اللي بيبعث. طيب بدناش نركز على النشر الآن. طيب شوفوا الآن وين الجريمة اللي بوقعوا فيها الملاحدة بشكل عام لأنه بنفس المنطق نفسه يستخدم دائما في قضايا كثيرة. زمان كنت تسألهم العرب مين خلقكم؟ بيقولوا الله. لاحظوا الله. طيب مين خلق السماوات؟ الله. طب كيف عم بتصادروا وبتحكوا أو تتكلموا بطريقة مؤكدة إنه هاي الموتة الأولى وما فيش إشي اسمه بعث؟ شو عرفكم؟ طب ما أنتم مؤمنين اللي خلقكم الله. لذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وين الإشكال؟ طب ما أنت مؤمن إنه في من أنشأها أول مرة كيف هم بحكموا؟ لاحظوا مش بقول والله ما بنعرف والله شاكين ما بنعرفش في بعث ولا ما فيش. شو بقولوا هم؟ بأقدوا إن هي إلا شوف موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. شو التأكيد هذا من وين جاي؟ إيش أدلته؟ زي لما كانوا الملاحد يقولوا ما فيش الله كلهم هات يلا هات لنشوف كي هات الأدلة إنه ما فيش. بقول لك أنت اثبت إنه في. إحنا خلصنا هلقيت اللي بينفي بده يقدم الإثبات اللي بيثبت بده برضو يقدم الدليل. النافي بده دليل والمثبت بده دليل بس انت قاعد بتقول ما فيش وين الدليل؟ قال بيحول عليك بقول لك شو دليلك. طيب احنا الدليل بنقدم لك اياه بس انت تعال متواضع وقول بدريش مشان نفهمك. اما بتقول ما فيش لا يقبل هذا اطلاقا. وبالتالي تصور لما يكونوا مصادرين بهذه الطريقة. طب هذول هذه الأمة اللي اختارها الله على علم على العالمين لتحمل آخر رسالة للبشرية واللي هي رسالة عالمية أعطاك عن الأولى وهي الثانية وانتو شفتوها بعدين الثانية. هاي هذول اللي كانوا التاريخ بقلكم شيء ولا تزال المسائل ماشية. طيب لاحظوا أهم خير اقرأها أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم
أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير أم قوم تبع؟ يبدو إنهم كان لو سألتم هذا السؤال يقول لك لا قوم تبع. أكيد نشوف ليش نقول هم غالبا راح يقولوا قوم تبع. أهم خير أم قوم تبع؟ هم قبل شوي قالوا أبائنا قبل شوي قالوا أبائنا. طب أنتوا خير يعني متوفر فيكم الخير أكثر. ما هو دير بالك في البداية أول ما بدت الآيات في قضية اختيار، ولكن اخترنا. ما هو الاختيار أنت بتعتبره هذا خير من هذا لما بتختار تعتبر وهو الخير. سبق قلنا شو معنى الميل إلى. أنت لما بتختار إشي شو معناته بتعتبره خير عليك، بتميل إله، هذا أفضل لي خير لي. تمام؟ فهم هم خير أكثر خيرية ولا قوم تبع؟ أقول لك والله قوم تبع. طيب قوم تبع لما أجرموا ولما انحرفوا أهلكناهم، إيش هو بيمنع من إهلاككم؟ معناته كل ما كانت الخيرية في الأمة، أي أمة كانت فيها خير أكثر، بيكون نوع من الأمان من الإهلاك. وكل ما بدأت تفقد الخيرية بتصير أقرب للهلاك. أنهلك وفينا الصالحون. مثلا أنهلك وفينا الصالحون. ذاك شو كان الجواب؟ نعم إذا كثر الخبث. كثر الخبث معناته الخبث عم، معناته في مرحلة، لأنه مش معقول ينقطع الخيرية حتى من المهلكين. قديش فيه من اللي تم إهلاكهم ناس مثلا كانوا أصحاب شهامة وكرم، هاي خيرية في جانب، ها كرم. ولا هذا اللي أجوا بدهم يتصوروا على البيت إذا صحت الرواية، قالوا لما قال لك أنا تصور على بنات العم، مش معقول يعني يتصور بيت الرسول، مش معقول نتصور على بنات العم. وأيوة أيوة أبو طالب ما كان عنده خيرية في كذا وكذا، ففي جوانب وبتطغى جوانب. بيستحق ولا بيستحقش الإهلاك؟ بيستحق. لكن إذا الخيرية كل ما كان في جوانب من الخيرية أكبر، كل ما كان نوع من الأمان من الهلاك خصوصا الاجتثاث. وكل ما قلت الخيرية وزاد الخبث، كل ما كان أقرب إلى الهلاك والاجتثاث. واليوم منشوف بعض الأمم قاعدة بتتجاه الهلاك، ليش؟ عم بكثر فيها الخبث بكل الخيرية. طيب الآن تبع، أولا في حديث يعني في بعض رواياته طريقها حسن وفي بعض رواياتها حسن لغيره، في حتى بعضها قال بعضهم صحيح زي الجامع الصحيح للألباني صحح. خلاصة الكلام لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. رواية ثانية مثلها لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، يعني في روايتين كان قد أسلم كان قد كان أسلم. إذن تبع مسلم. ثم تأتي الروايات التاريخية وتقول إنه تبع هذا كان مسلم، يعني قصدي على الدين الحق الملك تبع. طبعا الكلام عن تبع ما قبل الميلاد، التبع الأصلي، لأنه لا يعقل الرسول يقول لا تسبوا تبعا إلا بقصد تبع معين صار فيما بعده يخلفوا من الملوك اسمهم تبابعة، بس هو الأصلي اسمه الحارث الرائش، معروف تاريخيا أفكر الحارث الرائش هذا كان اللي هو فيه الحديث، لأن مش مقصود التتابعة لأن تبابعة، وإنما تبع هذا كائن لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. إذن هو الأول، اللي فيما بعد صاروا يسموا حالهم تبع،
تبع 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 قديش في تبع في لا 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 بقصد في ممكن قالوا 70 تبع من الملوك. الآن أولا هو تبع هذا اللي هو معروف اسمه الحارث الرائش هذا أولا كان من حمير. ما هي على فكرة دولة سبأ سبقت وأصلا ملوك سبأ أنتجوا حمير. هي حمير بترد سبأ. كل هذا في اليمن. كل هذا في اليمن. فهو إذن تبع حميري. حميري. بيقولوا إنه ليش سمي تبع؟ في بعض من يقول هذا كلام مش صحيح يبدو إنه سمي تبع لأنه الملوك اللي جوا بعده كانوا يتبعوا. يتبعوا إذا كان بيتبعوا تبع صح؟ إيه بس ليش هو اسمه تبع؟ التبابعة يتبعوا تبع فيتسموا تبابعة ماشي زي قياصرة مثلا أجوا بعد القيصر أكاسرة بعد كسرة مثلا فيقال أكاسرة. لكن هو ليش تبع؟ لأنه في كل ملك بيموت بيجي بعده ناس كان بيسموا تبع. هو اسمه تبع ورسول عم بيقول لا تسبوا تبعان مش التبابعة. في تفسيرين لبعضهم بيقول انه لما اجتمعت لتبع حكم اليمن كامل وتبعته كل القبائل ووحد يعني بتقدروا تقولوا زي حمير وسبأ وحضرموت كلها هاي الثلاثة اجتمعت كلها تحت لوائه وتبعته فكان تبعا وهو اول واحد اللي هو الحارث تمام. والناس قالوا لا هذا يبدو لأنه كان من قوته وفتوحاته أنه كان كالظل الذي يتبع الشمس. يعني الشمس إذا بتلاحظوا وين ما بتروح بتبعها الظل. فهو كان كأنه بده يغزي كل مكان تطلع فيه الشمس من قوته. فكان يشبه الظل في تتبع الشمس وأنه يأتي تبعها. الآن على فكرة التاريخ نفسه للتبابعة اللي هو ليش أنا ركز بدي ركزت شوي هون لأنه غالبا بيجهلوا المسلمين تبع. ممكن كثير من الناس وهم يقرأ يقول لك شو تبع يعني ممكن يسمعوا بفرعون بيعرفوا مش هيك لكن تبع بمروا عليها تبع شو يعني تبع وكوم تبع مين هذول كوم تبع مش هيك ما بيعرفوش إنه أولا في كتب أولا في العربية تحدثت عن تبع يعني كتب تاريخية ولكن ولا وهناك أيضا بحوث أثرية في مصر وبحوث في العراق وغيرها على فكرة بتدل على وجود تبع وكاين علاقته بالفراعنة في علاقة إلى درجة في فترة من الفترات في فترة من الفترات عفوا كرا وجدوا مومياءات في اليمن. شوف المشهور مين اللي بيصنع المومياءات الفراعنة وجدوا في كتابات الفراعنة ما يشير إلى التبابعة في اليمن. وعلى فكرة لأنها وجود التبابعة الحبشة لما غزوا الحبشة اليمن انتهى ملك التبابعة تقريبا لأنها هيك طالت فترة التبابعة من قبل الميلاد لبعد الميلاد. الآن تصوروا هذا الإنسان ويبدو عن طريق البحر اللي هو الحارث الرائش وصل للهند احتل الهند. طبعا أي أقسام من الهند مش وضعي مش الآن إنما هو وصلت بجيوشه الهند معناته يبدو واصلها لأنه قريبة على فكرة من هناك يعني من اليمن للهند البحر أساطيلهم كانت ما هم أصلا أهل البحر. وصلت جيوش الهند وصلت جيوش أذربيجان وأرمينيا تصور معنى اكتسح المنطقة كلها اكتسح بلاد بابل وآشور بابل وآشور وطلع لأذربيجان وأرمينيا تبع هذا الحارث تمام. وحتى
حتى الحيرة بيقولوا انه اللي في العراق هو اللي بناها، بذكروا يعني في التاريخ انه بنى الحيرة. وايضا يقال انه بنى في سمرقند، يعني تصور سمرقند اذربيجان وارمينيا وصل، فملكه كان عظيم. وهذا الكلام اليوم صارت الدراسات الحديثة ممكن ترى في كتابات الأمم المختلفة. فهذا تبع اللي هو مؤمن كان له ملك عظيم، والتاريخ قبل الميلاد، كان ملك عظيم وتهاب الأمم. ولذلك لما وصفوه قالوا إنه كان في غزواته كأنه كالظل يتتبع الشمس وين تشرق عليها الشمس. حتى إنه بعض على فكرة حتى إنه بعض من يفسر القرآن يزعم إنه من نسله أجا تبع ذو القرن ذو القرنين. حتى بعض الناس ممكن ينسب له هو، بس هل هو شخصية حقيقية؟ مجمع أهل التاريخ عليه هو الحارث، وإنه هو البداية، وهو أول من كان تبع. بغض النظر عن معنى الاسم، طالما اسمه تبع صرنا، وكان ملك عظيم وورثوه من بعده يفترض انهم دائما يعتزوا فيه، فصاروا يسموا حالهم تبابعة في التبع بغض النظر هم قدوا ولا لا. هو مؤمن إذن، ولكن هون الكلام عن قوم تبع اللي ما كانوش مؤمنين. هل هم قوم، هل هم القوم في عصره بحيث انه هو لما دعاهم، وانا استبعد انه يكون بكوتو اللي كانت مذكورة وكونه كان يعني يهيمن انه ما يستجيبوش الناس له، ما استبعد. لا بتأثروا فيه طبيعة البشر، بتأثروا فيه القائد هذا العظيم، بتأثروا فيه بيغضوا عقيدته، ليش لا؟ لكن ممكن بعد وفاته مثلا انحرفوا، ممكن بعد وفاته انحرفوا قوم تبع، وبعدين انحرفوا 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 عبين ما اهلكوا بعد ما تم اجرامهم. ما هيو وصفهم هم 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 اللي قبلهم، شوف اللي قبلهم، لانه اكيد قوم نوح قبلهم، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع، حتى جابهم في الاخير وقوم تبع، كلهم كذب الرسل فحق وعيد. وهون هم طبعا لاحظوا والذين من قبلهم اهلكناهم، من قبلكم فعلا نوح من قبلهم اكيد، عاد من قبلهم اكيد، ثمود من قبلهم، شوفها شعيب من قبلهم، لوط من قبلهم، فرعون من فرعون، بعض الفراعنة من قبلهم وبعض الفراعنة معاصرين، لكن وين تتم الاهلاك؟ لاحظت؟ وين تتم الاهلاك؟ يبدو انه فبالتالي لا تزال في ذهنية العرب معروفين تبع وبيعتزوا فيهم. ولذلك قلت لكم لو اجيت سألتهم للعرب المشركين زي ما هون الأشياء لاتهم الآية، أهم خير أم قوم تبع؟ بقول لك قوم تبع. وتنسوش انه معظم العرب هي في النهاية كانت من وين؟ من اليمن. من اليمن. الأنصار والمهاجرين من الأنصار من وين؟ من اليمن. الغساسنة من اليمن، المناذرة من اليمن، هجرات اليمن، وبعدين هاي الغزوات برضو. هو على فكرة جاء لمكة كمان، ويقال في الروايات انه هو اول من كسى الكعبة، الكسوة ذكر في كتابات المسلمين، قصدي التاريخ اللي كتبوه المسلمين زي ابن كثير وغيره مثلا. فهون كسى الكعبة، وحتى جاي على المدينة وكان بده ينتقم منها في روايات، يعني هو كان انقتل ابن له في المدينة وجاء بده فلكن كيف طبعا رجع عن نيته في قصة إلى بغض النظر صح ولا لا، لكن هو مجمع على انه هو اول التبابعة، وانه كان ملكه عظيم ورهبة، يعني كان تطيع ملوك الدنيا، تمام، تبع. فإذا تبع مؤمن بالنص الحديث، قومه
متى كفروا وأجرموا؟ ما هو برضو بني إسرائيل متى انحرفوا؟ بعد مين؟ واللي كانوا مؤمنين بيوسف عليه السلام متى انحرفوا؟ واللي مؤمنين بعيسى متى انحرفوا؟ ما هي عادة الناس. ويبدو الوقت أدركنا أعمال. طيب إذا على السريع، ما كنتش أتوقع أنه نوقف عند هذه الآية كثير، كنت بدي أخذ آية ثانية، لكن خلينا برضو نختم فيها يا شيخنا. وما خلقنا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بس بنذكر لما قلنا وما خلقناهما إلا بالحق، وقلنا الباء هاي ما هي فيها معنى المصاحبة والملابسة. فإذا الخلق نفسه كله متلبس بالحق. شو يعني؟ أي شيء مخالف للحق لابد إنه الخلق نفسه يبدأ ينفيه قبل ما يجي. انتبهنا وين المسألة؟ هو الناس اللي على فكرة، الناس اللي بيمشوا وفق الحق الرباني اللي جايب بالرسالة، هذول حتى بيكونوا منسجمين مع الكون وقوانينه وسنن التاريخ وكل شيء اللي الله خلقها، لأنه الله سبحانه وتعالى نزل الرسالات بالحق وخلق بالحق. يعني الرسالات نزلت متلبسة بالحق والخلق مخلوق بالحق. إذا 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 ناقضنا، يعني لاحظوا، هذا ينسجم مع هذا، الرسالات من الخالق تنسجم مع هذا لأنه هاي نزلت بالحق وهاي خلقت بالحق، كله تمام. اللي ضربنا المثال وقلنا الكتالوج والآلة المصنوعة، بدك تنسجم تعليمات الصانع مع الآلة المصنوعة، تمام، والآلة بتضل تمام. لكن تناقضت مع الكتالوج معناته تناقضت مع الخلق، مع الصناعة، مع الصناعة. وبالتالي قيمة، لاحظوا ميزة الإسلام اليوم إنه البشر، كل البشر على الأرض من خلال السلوك بدوا يكتشفوا إنه المسلمين هم اللي ما فيش عندهم التناقض مع الفطرة والخلق وكذا، وأمورهم بتسلك وقاعدين الآن بيصعدوا والناس بتقتنع وكذا، وبتقتنع مش بس هيك، وأديانها مكتشفين إنها بتتعارض مع حقيقة الكون والخلق والفطرة. هذا مهم إنه ختمت الآيات بهذا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.